طيب نروح للدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وبرضو بعض التصريحات الخاصة بهذا المشروع وهذه الشراكة مع هذه الشركة المحترمة جدا، شركة إدام. ولكن نطلع نشوف ماذا قال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على هامش هذا المؤتمر. دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، برحب بحضرتك على شاشه عقارات النادي الاهلي. خطوات ملحوظه ويعني مزيد من الاستقرار للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. النهارده توقيع عقد رعايه طبيه مع شركه الادام، واحده من الشركات يعني الرائده في هذا المجال، ولكن هي خطوه مهمه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما يكون سباق ورائد في هذا الامر، وخدمه كبيره بتقدم لاعضاء النادي الاهلي ايضا والجماهير النادي الاهلي. الحمد لله، شكرا اولا على الاستضافه. بس عايز اوضح كلمه صغيره، هي مش عقد رعايه، هو عقد تقديم خدمات لاعضاء النادي الاهلي وعاملينه. عقود الرعايه ده ملف مختلف خالص، وله اسس مختلفه خالص. النهارده شركه ادام الحقيقه مشكوره، هي بقى لها فتره بتتواصل معانا في النادي لتقديم خدمات للنادي الاهلي. زي ما هم ذكروا، النادي الاهلي هو البوابه الذهبيه، البيت الكبير، المدخل الطيب لكل من يريد ان يرتقي يعني ان شاء الله. الخدمه ببساطه شديده ان الشركه بتقدم كارت او كارنيه لكل عضو في النادي الاهلي، بياخده مجانا لمده 4 سنوات، وللعاملين بيستفيد به لدى 5000 مقدم خدمه طبيه. 5000 مقدم خدمه طبيه بينقسموا الى مستشفيات، اطباء، مراكز اشعه، مراكز تحاليل، صيدليات، مراكز علاج طبيعي، كل نواحي الطب اللي بيحتاجها المواطن المصري ممثل في النادي الاهلي. الحمد لله هي خدمه ما اتعملتش قبل كده، ما تعملش بهذه الصورة كمان الموسعة جدا. نتمنى أن يكون في تعاون كبير بيننا وبين الشركة لخدمة عضو النادي الأهلي، اللي هو أهم شيء بالنسبة لنا. دكتور محمد شوقي، اكيد اتني الملف ده فيه تفاصيل كتير جدا مع حضرتك والدكتور محمد شوقي، يعني اكيد هو اللي تولى كتير جدا من هذا الامر. عايزين برضو حضرتك توضح لنا الصوره، النادي الاهلي بنتكلم على النادي الاهلي دايما رائد في هذا الامر، سباق بتحصل او بتحدث لاول مره في الانديه الرياضيه عموما بنشوفها في النادي الاهلي. اولا انا ما تولدتش حاجه، احنا دايما بنتكلم مع بعض، مجلس الاداره بيتكلم، كابتن محمود بيبقى عنده كل التفاصيل ومشرف على كل حاجه، وبعدين يقول لك مجلس الاداره بينفع. احنا جميعا جزء من اعضاء النادي الاهلي بيحاول يخدم بقيه الاعضاء، لانه الاعضاء كلفوه بهذه المهمه، فاحنا مكلفين الحمد لله، وستظل روح الجماعه في كل شيء. نتمنى ان الخدمه دي تعمم، لان احنا مسؤوليتنا المجتمعيه تجاه أعضائنا الأولا، عشان الأمور تمتد لبقية أطياف الشعب كلها. فنتمنى أن خدمات زي كده تكون فيها تسهيل للمواطن المصري، سواء عضو النادي أو غير عضو. إحنا بنبدأ باللي يخصنا أو اللي إحنا مسؤولين عنه، وهو عضو النادي الأهلي اللي هو شريحة وجزء مهم جدا من الشعب المصري. أتمنى أن هذه الخدمة تعم بقية أفراد الشعب لتسهيل التسهيل على كل المواطنين. طيب دي كانت تصريحات الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لكاميرا قناة النادي الأهلي على هامش مؤتمر الشراكة ما بين النادي الأهلي وشركة إدام للخدمات الطبية.